الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب امر ولاه الامور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقه عليهم، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. هذا الحديث فيه من الفوائد: أولاً، أن الأصل في الحكم أن يكون وفق الشريعة، أن الحكم بين الناس أن يكون وفق الشريعة، ولذلك كان الناس يسوسهم الأنبياء، والله عز وجل ما جعل الأنبياء يسوسون الناس إلا لأن هذا الدين لا تنفصل عنه السياسة، والسياسة لا تنفصل عن الدين، فإذا فصلت السياسة عن الدين وقع الناس في المحذور، فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ولذلك كانت الأنبياء هي التي تسوس الناس وتحكم بين الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي بعده، ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أنه سيكون هناك خلفاء وسيكثر الخلفاء. فإذا كثروا هؤلاء الخلفاء، فما هو الواجب علينا تجاه هؤلاء؟ سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: فما تأمرنا؟ يعني إذا أدركنا هؤلاء الخلفاء، الصحابة في عهد النبي كان يسوسهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحكمهم النبي، لكن إن أدركهم زمن الخلفاء غير النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يأمرهم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوفوا بيعة الأول فالأول، أوفوا بيعة الأول فالأول. فدل هذا على أنه يجب البيعة لولي الأمر، لا بد من البيعة لولي الأمر. ولذلك جاء في الحديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا بيع الحاكم ثم جاء من يريد أن يسقط هذه البيعة فإنه يقاتل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع فاقتلوه كائنا من كان. فلا بد أن توفى البيعة، فالبيعة عهد لا بد أن يوفى، من خان هذه البيعة فقد خان الله ورسوله. فالأمر ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين. فهنا قال: أوفوا بيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، أعطوهم حقهم بالسمع والطاعة في غير معصية الله، واسألوا الله الذي لكم، إن قصروا في حقكم اسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وهذا الشاهد لهذا الباب، نحن نعطيهم الحق الذي أمرنا به، وهم إن قصروا في حقنا وضيعوا حقنا فإن الله عز وجل سيأخذ حقنا منهم وافيا كاملا يوم القيامة. فلتطمئن النفوس إذا تعرضت للظلم، فإن هناك موقف، فإن هناك موقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يقتص المظلوم من الظالم. فإذا هذا الحديث حديث عظيم، وسيمر علينا الكلام في هذه المسألة في الأبواب القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وعن عائد بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. هذا الحديث فيه من الفوائد: أولاً، تعاهد الصحابة رضي الله عنهم
للأئمة والخلفاء والأمراء بالنصح. فعائذ بن عمرو رضي الله عنه ينصح عبيد الله بن زياد هذا الرجل الفاجر الذي قتل الحسين قتله الله. عبيد بن زياد هو الذي قتل الحسين قتله الله. فعائذ بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه دخل على عبيد بن زياد ينصحه هذه النصيحة العظيمة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عنده، ولكن هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أمثال هؤلاء لا يستجيبون للنصح قلوبهم قاسية، فقد نصح الصحابة هذا وأمثاله لكنه لم يستجيبوا لنصح الناصحين ولا لقول الصحابة العارفين رضي الله عنهم وارضاهم. فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به رعاة الغنم، شرهم الحطمة الذي لا يسلك بالبهائم الطريق الأيسر وإنما يسير بهم كيف شاء في الوعر في السهل في الجيد في غير الجيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطمة. فالصحابي رضي الله عنه عاد بن عمر عندما استدل بهذا الحديث أراد أن يبين لعبيد بن زياد أنه إذا كان هذا في البهائم سماه النبي صلى الله عليه وسلم شر الرعاء لأنه لا يسلك بالبهائم الطريق الأيسر، فمن باب أولى من يسوس الناس، فإنه أشر إذا لم يسلك بهم الطريق الأقوم. فإذا كانت البهائم يسمى من يسلك بها الطرق الوعرة ولا يرفق بها أنهم شر الرعاء، فمن باب أولى من يحكم الناس ومن يسوس الناس. فقال له هذه المقولة وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم، ولكنه لم يستجب لنصيحة عاذ بن عمر ولم يمتثل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله العافية والسلامة. آخر حديث ذكره المصنف في هذا الباب قال عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس، رواه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث عظيم، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، فيه أن الجزاء من جنس العمل. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم من ولاه الله شيئا، انظر من ولاه الله شيئا نكرة، يعني تشمل جميع الولايات الصغيرة والكبيرة. من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم. الخلة هي الفقر والحاجة، كرر المعنى للتأكيد مع اختلاف اللفظ. فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، ما جزاؤه؟ احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة نسأل الله العافية والسلامة. وليس احتجاب هذا المخلوق عن حاجة الخلق في هذه الحياة الدنيا كاحتجاب الله عنه يوم القيامة عن حاجته وفقره وخلته. فالجزاء من جنس العمل، ولكن عذاب الله أشد إذا احتجب الله عن مخلوق دون حاجته وفقره وخلته، فليبشر بالهلاك نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث فيه من الوعيد الشديد والعظيم والترهيب من احتجاب الأمراء والخلفاء والوزراء والمسؤولين دون حاجة الناس. ولذلك عندما سمع معاوية هذا الحديث، عندما قاله أبو مريم الأزدي رضي الله عنه هذا الحديث، ماذا فعل معاوية رضي الله عنه؟ معاوية رضي الله عنه عندما سمع هذا الحديث وكان وقافا، والمواقف تشهد لمعاوية رضي الله عنه أنه كان وقافا عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما سمع هذا الحديث جعل رجلا على حوائج الناس، جعل رجلا على حوائج الناس يقوم بحاجتهم. وهذا هو ديدنه رضي الله عنه وأرضاه، إذا سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب له مباشرة. فمعاوية
من خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعنة الله على من يطعن في معاوية، فوالله ما يطعن في معاوية إلا زنديق يريد أن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال السلف رحمهم الله: معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تجرأ على هذا الستر هتكه، هتك ستر الصحابة رضي الله عنهم. وإلا ما بينك وبين معاوية حتى تتكلم على معاوية؟ معاوية صاحب رسول الله وكاتب الوحي والوقاف عند أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك ولا ريب أن من يطعن في صحابي من أصحاب رسول الله، معاوية أو غير معاوية، فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الشاهد لهذا الباب فيه حث ولاة الأمور أن يقضوا حوائج الناس، وترهيبهم من أن يحتجبوا دون حاجتهم. وهذه رواية أبي داود، هذا الحديث الذي ذكره المصنف رواية أبي داود: من ملاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. هذه رواية أبي داود، أن الله عز وجل يحتجب دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. أما رواية الترمذي فقال صلى الله عليه وسلم: ما من إمام يغلق بابه دون حاجة المسلمين وخلتهم ومسكنتهم إلا أغلق الله السماء دون حاجته وخلته وفقره. والفرق بين رواية أبي داود والترمذي أن رواية أبي داود يوم القيامة، ورواية الترمذي في الدنيا. فمن احتجب عن الناس مع قدرته على قضاء حوائجهم، وكان ولياً، كان خليفةً، أو كان حاكماً، أو كان أميراً، أو وزيراً، أو مسؤولاً، فإنه معرض لهذا الوعيد أن الله يحتجب عنه يوم القيامة، وأن دعاءه يغلق دون باب السماء، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الحديث فيه ترهيب وفيه ترغيب. وكما ذكرنا أنه لا بد أن يعرف الراعي حق الرعية، ولا بد أن يعرف الرعية حق الراعي. فإذا أدى كل واحد الحق الذي عليه كانت الأمور وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما ذكر المصنف في هذا الباب، والله أعلم. وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.